شعبة تقني رياضي، أقدم لكم تصحيح امتحان باك 2021 مادة الرياضيات. الموضوع الأول، التمرين الأول. إذا انتبهوا مليح، أولا نقرأ لكم النص تاع التمرين. المتتالية العددية UN معرفة بحدها الأول U0 حيث U0 يساوي 3، ومن أجل كل عدد طبيعي N UN زائد 1 يساوي 7 على 9 UN زائد 1. 1 ألف برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد N UN أقل من 9 على 2. ب بين أن المتتالية UN متزايدة تماما، ثم استنتج أنها متقاربة. ثانيا، المتتالية العددية VN معرفة على N ب VN يساوي 1 على 3 UN ناقص 3 على 2. ألف بين المتتالية VN هندسية أساسها 7 على 9، ثم أحسب حدها الأول. ب اكتب عبارة الحد العام VN بدالة N. ج استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي N UN يساوي ناقص 3 على 2 مضروب في 7 على 9 أس أن زائد 9 على 2. ثم أحسب لليميت يو أن إذا أن يؤول إلى زائد ما لا نهاية. ثالثا، أحسب بدلالة العدد الطبيعي أن المجموع أس أن، حيث أس أن يساوي 1 على 3 يو 0 زائد 1 على 3 يو 1 زائد حتى 1 على 3 يو أن. إذا انتهينا من قراءة النص، ننطلق إن شاء الله بتصحيح التمرين. أولا، ألف برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد لك أن أقل من 9 على 2. أولا نعرف باللي UN زائد 1 تساوي 7 على 9 UN زائد 1. ونعرفوا بلي U0 هي 3. الخاصية PN UN أقل من 9 على 2. أولا نتأكدوا من أن من أجل أن يساوي 0، U0 هو 3 ناقص أقل من 3 على ذلك، ونعرفوا بلي U0 هي 3، 3 أقل من 9 على 2 معناه أقل من 4.5. نفرض أن UN نفرضنا محققة من أجل N أكثر من N صفر. نبرهن أن UN زائد 1 أقل من 9 على 2 من أجل
ان زائد واحد. اذا نبداو الحساب. او ان اقل من 9 على 2، 7 على 9 او ان اقل من، واش درت؟ مضروب في 7 على 9 مضروب في 9 على 2، لاحظ هنا نختزل، تقول لنا 7 على 9 يؤن أقل من 7 على 2، نزيد لها 1، 7 على 9 يؤن زائد 1 أقل من 7 على 2 زائد 1، واش نلاحظو؟ نلاحظو 7 9 او ان زائد 1 اقل من، لان مقام مشترك معناته لي 2 9 على 2. الملاحظة ان هذه كما راكم تشاهدوا هي او ان زائد 1 اقل من 9 على 2، اذا الخاصية محققة من أجل أن زائد واحد، ومنه أن أن أقل من 9 على 2 صحيحة من أجل من أجل كل آن ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. ب واحد ب بين أن المتتاليين متزايد تماما، ثم استنتج أنها متقاربة. إذن نحسب UN ناقص UN زائد واحد ناقص UN، ندرسو الإشارة هاذ تاع UN زائد واحد، نعرفوها باللي 7 على 9 UN زائد واحد ناقص UN. إذن لنا نوحد المقامات، واش يمد لنا؟ سبعة أو أن ناقص تسعة أو أن زائد تسعة على 9. معناه ناقص 2 UN زائد 9 على 9. هذا هو الفرق UN زائد 1 ناقص UN. ندرس الإشارة، إشارة ندرسها هذه، نعرفو 9 بلي موجب. واش ني او ان هذاك؟ او ان اقل من 9 على 2 ناقص 2 او ان معناه اكبر من ناقص 9، اي ناقص 2 او ان زائد 9 موجب، لان نقلنا ناقص 9 في الجانب الايسر، تولي هذه موجب.
إذن UN زيد واحد ناقص UN موجب تماما، موجبة تماما، ومنه أن متتالية UN متزايدة. ومحدودة، لأن UN أقل من 9 على 2، المتتالية متزايدة ومحمنة، أي أنها متقاربة. اثنين، ألف، عندنا VN يساوي 1 على 2، 3 UN ناقص 3 على 2. ألف بين أن المتتالية VN هندسية أساسها 7 على 9، ثم احسب حدها الأول. إذن نكتب VN زائد 1، 1 على 3 UN زائد 1 ناقص 3 على 2، لنا نعوض UN زائد 1 ب 7 على 9 UN زائد 1 ناقص 3 على 2. واش يمدلنا؟ ننشر يسمى 7 3 مضروب في 9 زائد 1 على 3 يؤن لنا ناقص 3 على 2، أي 7 يؤن 3 مضروب في 9 لنا 2 ناقص 9 ناقص 7 ناقص 7 على 6. وش لاحظوا؟ قال لك لازم يكون أساسها 7 على 9، لأن 7 على 9 UN 3 ناقص 3 على 2. لهنا 3 على 2، لهنا 3 6. إذن هذه هي VN زائد 1، أي 7 على 9 VN. وهذا يدل على أن هذا يدل على أن المتتالية VN هندسية. أساسها 7 على 9 وحدها الأول
زيرو هي واحد على ثلاثة وناقص ثلاثة على اثنين، معناه ثلاثة على ثلاثة ناقص ثلاثة على اثنين، معناه سيس ونف. نتيجة الحد الأول هو ناقص على اثنين. اكتب عبارة ب، اثنين ب، اثنين ب، في ان هي على حسب الدرس، هنا ناقص واحد على اثنين، سبعة على تسعة. نظرو في ان، هذه هي العبارة نتاع جيم، اثنين بجيم، اثنين جيم. استنتج ان في ان هي واحد على ثلاثة ان ناقص ثلاثة على اثنين، معناه واحد على ثلاثة يو ان يساوي في ان زائد ثلاثة على اثنين، اي يو ان يساوي ثلاثة ضرب في ان زائد ثلاثة على اثنين. نعوض، ان ثلاثة في ان وشني ناقص واحد على اثنين، سبعة على تسعة، ان زائد ثلاثة على اثنين. بعد النشر ثلاثة على اثنين ناقص ثلاثة على اثنين، سبعة على تسعة ان زائد تسعة على اثنين، هذه هي النتيجة المطلوبة. تبع لا ليميت، ليميت إذا ان يؤول الى زائد ما هي لو ان، معناه لا ليميت اي لا ليميت إذا كان ان زائد ما هي ناقص ثلاثة على اثنين، سبعة على تسعة، ان زائد لا ليميت، ان يولو زائد ما هي تسعة على اثنين. نعرفو بلي لا ليميت سبعة على تسعة هي صفر، لأن سبعة على تسعة أقل من واحد، إذن لا ليميت ان إذا ان يؤول الى زائد ما هي هي تسعة على اثنين.
ثلاثة. احسب عليك اس ان هي واحد على ثلاثة، اي واحد زائد واحد على ثلاثة اي لنا صفر، اي واحد زائد واحد على ثلاثة اي ان. نولو اللورة شوية، نعرفو اي ان على ثلاثة هي في ان اي ان على ثلاثة هي في ان زيد الى هنا زيد ثلاثة على اثنين، ثلاثة زيد ثلاثة على اثنين. اذا اس ان واحد على اثنين معناه في صفر زائد ثلاثة على اثنين زائد في ان زائد ثلاثة على اثنين زائد في ان زائد ثلاثة على اثنين. لمهم في صفر زائد في ان زائد زائد في ان زيد قداش كاين مرة ثلاثة وثلاثين؟ ان زيد واحد ثلاثة على اثنين، هذه متتالية في ان متتالية هندسيا، نطبقوا القانون تاعها تاع المجموع، هي في صفر معناها ناقص اثنين، واحد ناقص تسعة ستة سبعة على تسعة ان زائد واحد على واحد ناقص تسعة على زائد ان زائد واحد ثلاثة على اثنين. بسط تسعة ناقص سبعة يساوي اثنين، واحد اثنين واحد على ناقص سبعة واحد اثنين على تسعة زائد ان زائد واحد ثلاثة على اثنين. اي لنا بسط واش نكتب لهنا، ناقص تسعة على ربعة تسعة على ربعة، ولكن واحد ناقص زائد ان زائد واحد ثلاثة على اثنين. نبسط قد ما قدرت، فوالا اس ان تولي وشني تسعة على ربعة زيد تسعة على ربعة سبعة تسعة ان زيد واحد زيد ثلاثة اثنين ان زيد ثلاثة على اثنين. نكتب اس ان، إذا نجمع الأرقام، نجمع الأرقام ناقص تسعة على ربعة زائد ثلاثة على اثنين زائد تسعة على ربعة سبعة على تسعة ان زائد واحد زائد ثلاثة على اثنين ان. لهنا وشني لأن ستة ناقص سبعة اس ان ناقص ثلاثة، ثلاثة على أربعة تسعة على أربعة
سبعة على تسعة، ولكن ان زيد واحد، ها زيد ثلاثة على اثنين ان ناقص كداش ثلاثة على أربعة. هذه هي النهاية، نتيجة أخيرة. انتهينا من هذا التمرين، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في البكالوريا، والسلام عليكم.